تجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي منعت منذ تماما صباح السابع من أكتوبر الماضي العمال الفلسطينيين من كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من التوجه لأماكن عملهم في الداخل المحتل، وجراء ذلك تعطلت أعمالهم ومنعوا وحرموا تماما من الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل. فيما يتعلق بالعمال من قطاع غزة، يعني علق عديد العمال، آلاف العمال عمليا من قطاع غزة علقوا في الضفة الغربية. سنتحدث اليوم بالتأكيد متابعينا الكرام عن قصة النجاح، عن تحدي للبطالة ولهذا التعطل عن العمل، عن عمال من قطاع غزة يزرعون 50 دونما بلاستيكيا في بيت دجن قضاء نابلس بأصناف مختلفة من الخضروات. المزيد بالتأكيد تفاصيل حاضرة أكثر مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي. ينضم إلينا الآن الأستاذ محمد أبو ثابت، المزارع والناشط المجتمعي. أهلا بك، حياك الله، مساء الخير. مساء الخيرات رشا لك ولكل المستمعين، و يعني أنا أشكر تلفزيون وطن على هذه اللفتة الرائعة التي تسلط الضوء على هذا الإنجاز العظيم الذي تمكنت من تنفيذه بلدة بيت دجن عبر عدد من العمال الذين كانوا قد يعني انقطعت بهم السبل بعد عدم عودتهم إلى أعمالهم في الداخل الفلسطيني المحتل. بالطبع دعيني نذكر يعني والسادة المستمعين والمشاهدين الكرام أن نعرف عن قرية بيت دجن. هي قرية تقع إلى الشرق من مدينة نابلس على بعد 15 كيلو مترا، هي مناطق زراعية لكن كان شح المياه سبب في عدم يعني مواصلة العمل الزراعي في البلدة، لكن بعد مشروع خط المياه الزراعي والذي نفذته جمعية التنمية الزراعية للإغاثة الزراعية مشهورين في بلد، كان هناك إقبال كبير جدا على التوجه نحو الزراعة، وهذا الأمر ازداد بعد يعني السابع من أكتوبر العام الماضي بعد عدم تمكن عمال الساحق الفلسطيني المحتل من وصول أماكن عملهم بفعل إغلاق قوات الاحتلال للحواجز العسكرية التي تربطنا مع الداخل الفلسطيني، وبالتالي كان هناك توجه من قبل هؤلاء العمال لإنشاء بيوت بلاستيكية تزرع بأصناف مختلفة من الخضروات لعلها تكون مصدر دخل لهم ولعائلاتهم. بالفعل يعني كان هناك اليوم احنا بنحكي عن 150 دونم بلاستيكي. طيب عزيزي يعني اعتقد انه لازم بالتأكيد، وإن كان تماما مش مقام نقاشنا وحوارنا اليوم، ولكن فعلا من علق من العمال من عمال قطاع غزة في الضفة الغربية هو يعني هم تركوا لوحدهم، وهذا ليس مقام نقاشنا، ولكن مع مرور الأشهر لا سيما وأنه هذا العدوان بالشهر التاسع ودخل شهره التاسع على التوالي، ازدادت الصعوبات وازدادت التحديات، بالتأكيد تحديات المعيشة، وهم مرتبطين بأسر وعائلات لا زالت تتواجد في قطاع غزة، وبالتأكيد بحاجة يعني للإيفاء بالتزاماتهم تجاه عائلاتهم. وهذا يعني بالتأكيد جهد كبير جدا مقدر ويقدر عاليا، وبنحب من خلالك يعني نعرف ونفهم بالضبط الفكرة كيف بلشت، كيف تحولت يعني هذه القطعة إن صح التعبير إلى إنتاج، كيف تحول هذا يعني تحولت هذه الكارثة إلى بقعة ضوء وإلى إنتاج وقصة نجاح بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. نعم يعني ممكن يعني قلت لك السبب الرئيسي اولا في الاقبال على العمل في الزراعه يعني يعني اللي جعله مصدر دخل لهائل لعائلات العمال في البلد كان سبب وجود المياه، هي اولا، واثنين انه البلد جزء كبير منها يعمل في الزراعه في منطقه قريه فروش بيت دجن في الاغوار، وهي قريه ايضا اراضيها تتبع لبلده بيت دجن ومعظم مزارعها هم من البلده ولكن يسكنون في قرية أخذت يعني قرية ولها مجلس منفصل قرية فروش بيت دجن. هؤلاء من نقلوا الخبرة للعمال اللي ما تمكنوا من الدخول إلى الداخل المحتل، وأنا يعني ممكن أول حاجة عملت بيت بلاستيكي وكثير من العمال سألوني وأنا شجعتهم
اولا يعني نحن يعني في بزراعه الارض نحميها من التغول الاستيطاني ومن المصادره، خصوصا انه معظم البيوت البلاستيكيه الان هي في مناطق تقع ضمن المناطق المصنفه سي والتي يحظر الاحتلال العمل فيها من قبل المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي كان هذا تحدي كبير لهؤلاء الناس في تركيب بيوت بلاستيكيه. زادت 150 بيت بلاستيكي تزرع باصناف مختلفه من الخضروات، وهناك من توجه الى الزراعه البينيه اي خارج البيوت البلاستيكيه الزراعه الارضيه، منهم من قام بزراعه الشمام والبطاطا وايضا البندوره البلديه وكذلك واصناف اخرى كالباذنجان تمكنوا من زراعتها في خارج البيوت البلاستيكيه في وما تسمى بالزراعه البينيه. هذا كان يعني سبب في زيادة العمال في الذين يعملون في الزراعة، وجزء كبير منهم كما قلت هم من عمال الداخل الفلسطيني المحتل. أنا يعني شجعت كثيرين منهم، وكان يعني أحدهم قد يعني سألني، أنا ما عندي خبرة، قلت الخبرة تكتسب من خلال الممارسة، ما في حد بيجي بيشتغل شغلة وبتكون الخبرة موجودة عنده إلا يكون من خلال الممارسة، وإحنا جاهزين، هاي في مزارعين جاهزين يساعدوكم واي شيء، او ممكن انت اليوم احنا في عصر التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، اي مشكله بتحدث عندك في النبات ممكن تكتب على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بالمزارعين بدلوك، وانت بتتمكن من انجاح مشروعك وبالتالي هو مصدر رزق لك زي اي مشروع خاص في الضفه الغربيه، افضل لك بكثير ما انك انت تظل عامل على اليومية ومتقطع بدون عمل، لأنه الواحد عنده عائلة وبده مصدر رزق ثابت حتى يكون يقادر على الأعباء الحياة. طب من المستفيدين تماما؟ تحدثت عن عمال الداخل الفلسطيني الذين تقطعت بهم السبل من قطاع غزة، من الضفة الغربية أيضا، بنحب نعرف أكثر كمان عن المستفيدين وعن طبيعة وتفاصيل يعني هذا الإنتاج، ربما بحاجة كمان لتدقيق المعلومة المتعلقة بهل تم زراعة 50 دونم بلاستيكي أو 150، أيضا هذه بحاجة إلى توضيح من طرفك. لا هي 150 دونم مش 50، 150 تتحدث عن 150 دونم بلاستيكي. ال 150 موزعات على عدد من المواطنين، طبعا كل حدا او كل مواطن له قطعه ارض سواء كانت دونم او دولمين، سواء عمل عليها دولمين مثلا بلاستيكي، غيره عمل 10 دونمات، جميعهم من العمال اللي بيشتغلوا كانوا في الداخل الفلسطيني المحتل من ابناء البلده وليس من قطاع غزه كما ذكرتي، لانه احنا ما حدا من عمال، وان كنا نتشرف ان يكون بيننا عمال من قطاع غزه واهلا وسهلا فيهم، اذا في حدا منهم بسمعني الان ما موجود في الضفه وما له مصدر شغل بامكانه يتواصل معنا، احنا نوفر له شغل في البيت البلاستيكي، لانه البيت البلاستيكي بحاجه لعمال، وحتى وان كانوا يعني من ذوي الخبره، فانا اعتقد انه احنا بنرحب فيهم في بيتنا، ما عندنا اي مشكله حتى نستقبل هؤلاء العمال بنشغلهم واهلا وسهلا فيهم. طبعا يعني أشكرك على التوضيح تماما وعلى الإفادة، ليه؟ لأنه يعني ربما كانت بحاجة إلى تدقيق هذه النقطة، هل هم من عمال يعني العمال من الضفة الغربية أو من العمال عمال غزة العالقين في الضفة الغربية، ولكن ندرك يعني بأنه بالتأكيد التفاصيل حاضرة عندك وكل التوضيحات متوفرة. نعم هم من عمال القرية، إحنا عندنا عدد لا بأس فيه من عمال اللي كانوا يشتغلوا في الداخل الفلسطيني المحتل وما استطاعوا يدخلوا اليوم على تعرف على الاحتلال. احنا بنحب نذكر ونقول انه الكل الوطن الفلسطيني من مؤسسات حكوميه وايضا مؤسسات اهليه ووطنيه كانت تدعو دائما بالمواطنين بالتوجه الى زراعه الاراضي، وكان هناك يعني هذا الكلام مشهود لرئيس الوزراء الدكتور محمد شتيه عندما قال عندما انقطع العمال عن الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل أن اذهبوا وازرعوا الأراضي لتحموها من الاستيطان وتجدوا مصدر رزق لكم. الآن المواطنين قاموا بزراعة هذه الأراضي وهناك توجه بشكل ملحوظ في كل الضفة الغربية، لكن يبدو أنه عندنا في البلد كان العدد الأكبر من هؤلاء العمال اللي تمكنوا من زراعة أو تأسيس أكثر من 150 دونم. الآن مطلوب من الحكومة الدور التكميلي
لمساندة هؤلاء المزارعين بحماية السوق الفلسطيني والمنتج الفلسطيني حتى تكون الأسعار غير متدنية في القضية مثل ما هي اليوم في الأسواق الفلسطينية. هذا شيء قد يعني يدمر المزارع الفلسطيني. نحن بحاجة إلى أن يكون هناك رقابة في الأسواق وتسويق لمنتجاتنا، خصوصا أنه اليوم في كميات راح تكون وفيرة وبشكل كبير. ممكن وزارة الزراعة من خلال الحكومة الفلسطينية أنه بضاعتنا تصير تتصدر لخارج فلسطين حتى إحنا نحافظ على تكون يعني تصل على أسعار معتدلة. نحن لا نطالب يعني أنا لحظة أعتقد شوي أن أستغرب يعني وتحملني، لأنه يعني الأسعار أسعار الخضروات الآن في الأسواق المحلية مش عادلة، بمعنى بالنسبة للمستهلك، وأنا أقصد هنا بالنسبة للمستهلك هي مرتفعة، وبالتأكيد الأسر والعائلات الفلسطينية تواجه أوضاع استثنائية، يعني اقتصاديا تواجه أوضاع استثنائية لم تواجهها في فترات سابقة، وهذا يتطلب يعني تدخلات، بالتأكيد تدخلات كبيرة من كل جهات الاختصاص لتحقيق العدالة، عدالة الأسعار سواء للمزارع للمنتج أو للمستهلك على حد سواء. نعم هذا يعني كنت ما أود الإشارة إليه، أنه إحنا اليوم لا، وأنا أخالفك الرأي، اليوم الأسعار الخضروات متدنية، يعني كرتونة البندورة تباع اليوم في الأسواق 12 كيلو 15 شيكل، هذا يعني تعتبر إذا بقيت على هذه الأسعار هي تعتبر خسارة فادحة للمزارعين، لأنه إحنا بندفع كمزارع بدفع ثمن مية، كوب المية 4 شيكل، يباع من قبل مجلس الخدمات المشترك الخاص في بلدة بيت دجن وبيت فوريك اللي هي بتدير مشروع الخط المياه الزراعي وبتزود المزارعين فيه، وبالتالي إذا بقيت الأسعار على هذا يعني أنه خسارة للمزارعين. لكن إحنا اللي بنقوله وبمنظور الشخصي، أنا لا يعني أعتبر زراعة الأرض ولا أنظر إلى الزراعة بمنظور الربح والخسارة بقدر ما أنا بقدر أزرع أرضي وأحميها من الاستيطان. لكن إحنا بندعو وزارة الزراعة حتى يكون في هناك أسعار معتدلة لا يظلم منها المستهلك ولا يظلم المزارع وحتى التاجر الفلسطيني، بأسعار معتدلة بحيث الجميع يكون ناجح في عمله، ما تسبب بخسائر للمزارعين أو حتى للتجار أو حتى للمستهلكين، لأنه إحنا بنعيش وضع اقتصادي سيء ووضع اقتصادي صعب نظرا لانقطاع الرواتب، نظرا لتعطل العمال وايضا لحاله الحصار اللي تعيشها الضفه الغربيه من حواجز عسكريه في مختلف المناطق وعمليات الاقتحام والتهم والاعتقال. نحن نعيش في وضع استثنائي، وبالتالي الكل يجب ان يكون سندا للاخر حتى احنا نكون نعم بالتاكيد، لكي لا تتعرض قصه يعني لكي لا تتعرض هذه القصه، هذه قصه نجاح بالتاكيد، لكي لا تتعرض لاي انتكاسه. وبالتاكيد يعني مطلوب تقديم كل شيء ممكن، كل جهد ممكن، كل متابعة حكومية ممكنة. وإحنا كمان بنتذكر يعني أنه كان في دعوات من البداية، من البداية للعودة إلى الأرض، إلى زراعة الأرض، ولكن يعني هي كانت بحاجة إلى أيضا بيئة وبنية تحتية مناسبة، أقصد للاستمرار أو لبدء مشاريع إنتاج زراعي. في بيت دجن القصة يعني ربما عناصر البنية التحتية فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي كانت متوفرة، في غير مناطق مش متوفرة، بس لما منقول مثلا وتوفرت وبدأ الإنتاج في بيت دجن، ولكن مطلوب أيضا جهود تكميلية لرعاية هذا الإنتاج وللحفاظ على استمراريته. نعم إحنا بالفعل من خلالكم بندعو أولا وزارة الزراعة الفلسطينية لزيارة القرية، وزير الزراعة احنا بنوجه له دعوة الآن لزيارة قرية بيت دجن للاطلاع عن كثب عن حجم النجاح الذي حققته البلدة في زراعة بتحويل أراضيهم التي كانت يعني تزرع في القمح والشعير واليوم أصبحت سلة خضار للمنطقة بشكل كامل. انت بتتحدثي يعني عن 150 دنم حمامود أو بيت بلاستيكي، كل دنم ينتج في الموسم الواحد مش ما لا يقل عن 2 طن من الخضروات من البندورة تحديدا، 150 في 2 بتحكي عن يعني عدد كبير من الأطنان والمنتجات للخضروات التي يعني هذه تضخ في الأسواق الفلسطينية، وبالتالي هذا يعني إنجاز عظيم
يقدر، وعلى وزارة الزراعة الفلسطينية والمؤسسات والجمعيات والاتحادات الزراعية تشجيع العمال ومتابعة مزارعهم، وأن يتواصل وأن يكونوا على تواصل معهم. نحن فقط يعني الدعم المعنوي أفضل بكثير. نحن نعرف الوضع اللي بتعيش الحكومة، ممكن ما في إمكانيات، لكن لو تكرم الوزير وأهلا وسهلا فيه في بيت دجن بزيارة المزارعين وتشجيعهم، ويعني توجيه الكلام الطيب وحثهم على مواصلة العمل في الزراعة، وبيكون له الأثر الكبير في نفوس المزارعين إنه والله هاي في ناس مهتمة فينا، هاي إحنا مش إحنا لحالنا والجميع واقف معنا. نعم بالتأكيد بالتأكيد، يعني نتمنى أنه إحنا في نشرة وطن الاقتصادية اليوم قدرنا يعني نسلط مزيد من الضوء على قصة نجاح متكاملة الأركان. بطبيعة الحال تحولت يعني تحول العمال من التعطل عن العمل قسرا بسبب قرارات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي إلى إنتاج، وجدوا لنفسهم فرصة للعمل وللإنتاج ولاستصلاح الأراضي وللحفاظ عليها. وبالتأكيد المطلوب عشان تكمل هاي القصة وتكمل قصة النجاح مطلوب جهود كبيرة، ومطلوب بالتأكيد من جهات الاختصاص سواء وزارة الاقتصاد أو وزارة الزراعة تدخلات ترتقي بالتأكيد إلى حجم النجاح الذي تحمله هذه القصة. بدي أشكرك لحد هون الزميل العزيز محمد أبو ثابت المزارع والناشط المجتمعي من بيت دجن في نابلس، شكرا جزيلا على وجودك معنا على الإضاءة وعلى كل هذه التوضيحات.